نروح مرة أخرى لمنتخبنا الوطني ونتكلم أيضا على النادي الأهلي بكل تأكيد، بس أنا هتكلم كمان مع ضيفي العزيز واحد من أساطير الكرة العربية عن منتخب مصر، وأكيد هكلمه النهاردة عن النادي الأهلي ومواجهته أمام فريق بالميراس، النجم الكبير جدا واحد من أساطير كرة القدم التونسية والكرة القدم العربية الكابتن زبير بيا. زبير بيا، كابتن زبير صباح الخير على حضرتك، مشرف ومنور. صباح النور كابتن كريم، تحيه ليك وضيوفك والساده مستمعيك ومشاهديك كلهم. اهلا بيك يا فندم، نتشرف جدا بتواجدك معانا. وانا بعد اهلا وسهلا. اشكرك يا فندم. طيب الاول، مواجهه النادي الاهلي وبالميراس النهارده شفتها ازاي؟ شفتها بصراحه بشويه نرفزه، شويه عصبيه، توقعت اكثر من النادي الاهلي، توقعت اكثر من موسيماني، اكثر تحضيرا للمباراة، أحسن اختيارات. ليش ما لعبنا نص ساعة الأخيرة بعد 2-0؟ ليش ما كناش في فترات من الشوط الأول نروح على الهجوم بالشكل المطلوب؟ على كل، أنا عتبي كبير على موسيماني صراحة، يعني على اختياراته، على عدم إشراك محمد شريف، على الأقل محمد شريف، يعني محمد شريف كان يحتاج للمشاركة، الأهلي كان يحتاج لمحمد شريف في ظروف البطولة هذه، في ظروف المباراة هذه. الثلاثة ورا ممكن نجحت مع مونتيري، مش بالضرورة اليوم تنجح. طبعا ما كانش موفق في اختيار أيمن أشرف، في الإبقاء على أيمن أشرف بعد فيني في الشوط الثاني. على كل، اجمالا باش ما نبالغش، نقول انه الاهلي ما لعبش المباراه اللي المفروض يلعبها كرويا تكتيكيا على جميع الاصعده. ترجع هذا بالاساس حسب رايي لاختيارات موسيماني. مره اخرى نقول محمد شريف، مره نقول وقت اكثر اعطى وصبر على طاهر وصبر على الشحات اللي للامانه ما كانوش في المستوى أو في حجم هذه المباراة، يعني أداءنا مش أسماءنا، أسماءنا كلنا نتفق أنه أي لاعب موجود في النادي الأهلي إلا وعنده القيمة وعنده القدرة أنه يضيف شيء. بس لهذه المباراة ويتوفر لك محمد شريف وأحمد عبد القادر ووليد سليمان اللي أعطاك مؤشر زين في مباراة مونتيري أنه فيها روح، أنه فيها حماس، أنه ممكن أنا ألعب، ممكن أضيف لك. ليش ربع ساعة؟ ليش مش نص ساعة؟ يعني هو لما حالة في الخسارة يا كابتن كريم الواحد يحلل نفسه ما يحب، ولكن هذه حقائق. حقائق في الكوره، المدرب مسؤول على الاختيارات وعلى القرارات. صحيح. وعلى تحضير الفريق وعلى التشكيل. صحيح. يعني لما ما تكونش موفق خلاص. هذه كره القدم، ما كانش موفق اليوم موسيماني في تحضير المباراه، في التشكيل، وفي اداره المباراه والتغييرات. طبعا لازم نقر بانه اهداف جت في توقيت صعب جدا. هدف قبل الشوط، هدف في بدايه الشوط الثاني. أنا طلبنا بالتغييرات بين الشوطين. صح. لأنه في حاجات ما كانتش تصبر. صح. ما كانش لازم تنتظر. كان لازم، هذا الفرق. الفرق في الجزئيات. ليش نستنى؟ ليش مش من بين الشوطين نعطي شوط لمحمد شريف؟ ليش؟ ليش ما نسحبش مثلا أنا إبراهيم ياسر إبراهيم ونسحب ونرجع لأربع مدافعين وندخل أفشة في النص ونجيب طرف وتتغير، يعني نغير شكل الفريق ونلعب كرة. ليش وليش نسحب السولية وهو في المود؟ ما كانش تحس السولية تعبان، ما كنتش تحس السولية، يعني احنا في اوج السيطرة سحب السولية. يعني صراحة مع كامل احتياراتي ما كانش موفق نهائيا. انت تدير النادي الاهلي، عندك ادوات، لازم تزيدني انت حاجه كمدرب. للامانه اليوم ما زادناش موسيماني، ما زادش النادي الاهلي ولا شيء حسب رايي هذا. طبعا ممكن في تحامل شويه على موسيماني، ولكن هو المسؤول الاول على الامور الفنيه واداره الفريق، تحضير الفريق وما درسش المنافس. هذه النقطه اللي تقلق. يعني الهدفين جاوا من جهه دودو، من الجهه اليمين بنفس الطريقه، فريق سريع. خساره الكره كانت غير مقبوله في نص النادي الاهلي. على اليمين في الهدف الاول، ومره ثانيه اليوديانج خسر الكره في الهدف الثاني وبسرعه. طبعا في اخطاء دفاعيه في التمركز، في الاندفاع الغير محسوب، كلف غالي. ولكن في الاخير المسؤول فنيا على اداره المباراه
انا اعتقد هو موسيماني وما كانش في حجم اللقاء اليوم. طيب عايز اسالك سؤال عام يتخلص يعني له علاقه بتعامل الفيفا مع الفرق او الانديه او الاتحاد الافريقي تحديدا، يعني فكره انك تقيم هذه البطوله في بالتداخل مع مواعيد كاس الامم الافريقيه، رايك ايه في هذا الامر؟ طبعا شيء مقلق جدا. الفيفا ممكن كان في بالهم انهم عندهم القوه والقدره انهم يكنسلوا امم افريقيا كلها، وهذا بصراحه ما كانش حاجه معقوله، لانهم هذه بطولتنا، هذه بطولة قارية، يعني مش أي حاجة يعني. طبعا للأسف على حساب أندية إفريقيا وممثل وبطل إفريقيا، تأثر حبينا وكرهنا النادي الأهلي بهذا التداخل. يعني لاعبين مهمين جدا، صحيح أنه الظروف كلها ما خدمتش النادي الأهلي في هذه المشاركة، إصابات حتى خارج بطولة كأس أمم إفريقيا، ولكن كأمور إدارية يعني تنظيميا البطولة وتوقيتها وتضاربها طبعا حاجة غير معقولة نهائيا من الفيفا. طبعا جات القرعة انه نادي الاهلي يعني يقابل مونتيري وبعدين يلعب بالميرس، والوقت ما كانش يعني يرحم النادي الاهلي في هذه الجزئية. ولكن يعني ممكن يعني ضارة ونافعة، يعني المنتخب تأهل للنهائي وكان هذا يعني حاجة رأي حضرتك ايه جدا. رأي حضرتك ايه بالمناسبة في أداء منتخبنا الوطني منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية؟ شوف كريم، نقول لك للأمانة كان فخر المنتخب المصري بالأدوات الموجودة بالطريقة الموجودة. لأنه لو قيمنا فنيا المشاركة، 7 مباريات مصر خسرت واحدة فقط، عملت 5 كلين شيت، ولكن يا كابتن كريم لازم نقول انه هجوميا ما كناش في المنتخب المصري، ما كانش بحجم الانتظارات. 4 أهداف في 7 مباريات، منهم 2 ضد المغرب، واحد ضد السودان، واحد ضد غينيا بيساو. الادوار الاقصائيه بالروح الدفاعيه، بروح اللاعبين، وصل المنتخب المصري لاخر ضربه جزاء اللي ممكن كانت تقرر انه بطوله تروح عندك او عند الثاني. هذه كره القدم واقعيه، تلعب حال امكانياتك. صعوبات، اوكي، المنتخب المصري عرف صعوبات العالم الكل، اتصاب لك الحارس الاساسي، اتصاب لك مدافع مؤثر جدا حجازي، غابوا عنك لاعيبه في النهائي، ولكن ما يمنعش ان مع صلاح، مع كامل احتراماتي لمرموش وكامل احتراماتي لمصطفى محمد، ما عملوش بطولة كبيرة. هذا أثر على المنتخب المصري. لتصور لو مصطفى محمد كان في فورمة، شو يكون أداء منتخب مصر، ولا شو يكون الفاينل بالنسبة لمنتخب مصر. مرموش نفس الشيء. تغييرات كيروش كانت مهمة في البطولة، زيزو، تريزيجي، كانت حاجات حلوة. الكل تفاعل مع منتخب مصر على الروح على الشجاعة. طبعا أبو جبل لازم نشيد فيه كذلك، لأنه عمل بطولة من بعد إصابة الشناوي ممتازة جدا جدا. صار شغل نتاع الستاف الإداري رائع على تحضير المباريات، على اختيارات، على اللعب، على الإمكانيات رغم الصعوبات. بطولة ربحت فيها مصر احترام كل العالم، ربحت فيها فتوح اللي كبر بشكل كبير حسب رأيي. أنا جدا معجب بهذا اللاعب بإمكانياته، اكتشاف عبد المنعم، كمال، يعني في حاجات حلوة. ولكن الوقت ما تعرف في حجم منتخب مصر وصيف بطل إفريقيا اللي قابل بطل إفريقيا في التأهل لكأس العالم، يعني الوقت ما يرحمش، لازم شغل كبير. ولكن صراحة كلنا كعرب فخورين بالمنتخب المصري، وتحمسنا بشكل كبير معاه، وشفنا روح صلاح، وشفنا الإصرار الكبير على اللي والشكل الكبير اللي كلنا حبينا وكرهنا كعشاق كرة عربية، حبينا منتخباتنا يعطينا نفس الشكل اللي أعطاهونا المنتخب المصري، الروح والقتالية والرجولة. وطبعا في جوانب فنية، في جوانب تكتيكية، في أمور كثيرة كان شجاع جدا. النص ساعة اللي لعبها في نهاية مباراة الفاينل والأوقات الإضافية كانت محترمة جدا جدا من المنتخب المصري.
شعور انك عملوا كل اللي عليهم الشباب. يعني صراحه نرفع لهم القبعه 4 مرات في ال 120 دقيقه. مباراه كوت ديفوار كانت مباراه يعني رهيبه جدا، منافس قوي جدا. مباراه المغرب رجعوا في النتيجه وبروح عاليه وافضليه، رغم المنتخب المغربي كان احسن من المباريات السابقه، احسن من مباراته في مصر، ولكن المنتخب المصري عرف يرجع في النتيجه ويفوز بالمباراه. مباراه ساحل العاج شفنا، مباراه السنغال شفناها صراحه منتخب رهيب، ولكن مع هذا ما قدر يسجل عليك. وفي بعض المناسبات كنت انت كره مروان حمدي كانت تعطيك بطوله، يعني شوف في بعض الاحيان في جزئيات صغيره في الكوره، ولكن انا ما نشوفش عتب على اللاعبين ولا على كيروش ولا على هذه كره القدم في الاخير تلعبت على جزئيه واحده ضربه جزاء. على كل تحيه كبيره لكل اللاعبين والستاف لانه كانوا مشرفين كذلك، وصار عندنا مثل نموذج حتى في تونس انه يقول لك شوف دكه البنك المصري او بنك او يعني دكه بدلاء المنتخب المصري مين فيها؟ وحوش. يعني مع كيروش تحصل محمد شوقي وتحصل يعني وائل والحضري وحاجات الكل استمتعنا فيها، حسينا انه في روح كوره في هذا المنتخب، رغم انه نفس ما قلت لك يعني رغم الامكانيات واللعيبه ما كانوش خاصه في الهجوم يعني حسب التطلعات، ولكن في الاخير حسينا انه في شغل تعمل من برا وتطبق بشكل ايجابي داخل الملعب بالادوات الموجوده. طبعا كلنا نعرف انه المنتخب المصري ما فيش اليوم المهاجم اللي يفرق معك، ما فيش حسام حسن، ما فيش المهاجم اللي يعطيك اجوال. للامانه هذه حقيقه يعني لازم نقر بها. مازال هذا الشيء ومازال عندنا شويه في نص الملعب لازم نقوى ولازم نصير اسرع، ولكن يعني بالموجود صراحه نرفع القبعه للجميع لكل من كان حاضر في هذه البطوله من المنتخب المصري، وفعلا شرفونا وشرفوا الكره العربيه الصراحه. يعني انا جدا تعاطفت مع المنتخب المصري. لازم اسالك على تونس ومواجهتها قدام المنتخب المالي في تصفيات كاس العالم، تتوقع ايه لهذه المواجهه مع تغييرات فنيه في المنتخب التونسي؟ والله يعني احنا منتخبنا محير جدا، يعني نفس ما شفنا في البطوله العربيه وشفنا في كاس امم افريقيا انه ماناش مستقرين يعني اداء على اختيارات مهمه جدا، حراسه المرمى وفي الدفاع وفي نص الملعب وفي الهجوم عندنا تغييرات كثيره. طبعا تغير المدرب، مباراتين مهمات جدا لمستقبل الكره في تونس، المستقبل القريب يعني حتى اداريا ممكن عدم التاهل لكاس العالم يكون له تاثير كبير جدا على وضع الكره في تونس واتحاد الكره في تونس، ولكن انا نقول ما زالت عندنا حظوظنا في تونس، بس لازم نحضر بشكل جيد لهذه المباريات. يعني صراحه جلال القادري مدرب شاب يتحط في موقف مهم جدا في مشواره، إذا يدير بشكل ويحضر ويدير بشكل ممتاز مباريات مالي. مالي طبعا في الأخير فاز علينا في أمم أفريقيا، ولكن مش المنتخب اللي مش السنغال، يعني مش المنتخب الكاميروني يعني صحيح. صراحة أقل منهم يعني صحيح. تصنيف وأقل منهم حتى إمكانيات، ولذا إذا احنا في أحسن حالاتنا أنا أعتقد أن فرصة كبيرة أن نمشي كأس العالم وتتغير أمور كثيرة بالمنتخب التونسي. بالنسبة لمصر قدام السنغال تصفيات كأس العالم؟ هذه صعبة جدا جدا جدا. أنا بصراحة يعني عارف أنه بيصير تحضير وعارف أنه بيصير شغل في المنتخب المصري، ولكن فعلا على 180 دقيقة لازم تكون في أحسن حالات. يعني للأمانة نكون صادق معك، الفرصة موجودة ولكن لازمها اداء كبير واداء بطولي. طبعا اللي عودونا اللاعبين المصريين على قوه الشخصيه وعلى القتاليه، ممكن حتى اللعب المباراه الثانيه في السنغال باش تخلي شويه الضغط يكبر في مباراه مصر، ولكن المستويات مش بذيك الفوارق البعيده جدا. اذا عرفت تدير الموقف في مباراه مصر وسهلت على نفسك مباراه السنغال لازم تسجل عليهم، يعني من الاخر لازم تسجل عليهم اكبر. ما فيش نقاش. لازم تسجل عليهم. وطبعا شفنا حماس ابو الجبل وحماس اللعيبه المصريين وعارفين انه رده الفعل بتصير. مع هذا كله نقر باني صعبه جدا يعني للامانه. صحيح.
كابتن الكبير واحد من اساطير كره القدم العربيه والتونسيه كابتن زبير بايا من ابو ظبي، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. شكرا جزيلا.